بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة ممثلي البرلمان وغرفتيه، السادة مدراء جامعات وهران، أئمتنا الأفاضل شيوخنا الميامين، السيدات والسادة الحاضرون معنا، حافظي كتاب الله، الحاضرون كل باسمه وكل بمكانته، الجمعيات والناشطين في المجتمع المدني، وصلة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا عساني أن أقول وأنا متواجد مع هذا الجمع الكريم؟ كلكم علماء حافظين لكتاب الله، كلكم باحثين ودكاترة جامعيين، ولا أجد إلا أن أقف وقفة تقدير واحترام لكم ولكنا جميعا، فتقبلوا مني الشكر والتقدير والاحترام على ما تقدمونه لهذا الوطن وعلى هذا الحفل الكريم الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر، أقول بل ليس فقط وهران، فلكم مني الشكر والتقدير والاحترام على كل هذا. تغيب الكلمات لما نكون متواجدين بين نساء ورجال بهذا الحجم وبهذا الكبرياء وبهذا العلم وبهذا الشموخ كذلك، فأنتم حقا أهلا للتقدير والاحترام. فما أقول، قد فاز حوالي 165 متسابق من بين تقريبا 3000 مشاركين في هذه المسابقة، فمن فازوا نقول لهم بورك فيكم، ونتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم ومزيدا من الازدهار والعلو والرقي. وأنا أدخل القاعة لاحظت على أحد الملصقات كتب عليها طارق اليوم عالم الغد، وأنا متيقن من أن كل أبنائنا وبناتنا المتواجدين في هذه القاعة سيكونون علماء الغد إن شاء الله. أقول كذلك في هذا الجمع الكريم وفي هذه الأمسية المباركة شاكرا لأولئك الذين سهروا ليلة نهار من أجل إنجاح هذه المسابقة والوصول بها إلى هذه الاحتفالية الكبيرة التي نحن نحضرها في هذه الأمسية المباركة. وأقول كذلك وأسترجع التاريخ وأقول أن الجزائر بخير، وأن الجزائر لا خوف عليها ولا هم يحزنون ما دام يوجد فيها رجال ونساء أمثالكم وأمثالكم. فبمثلكم أنتم رجال ونساء الجزائر، حفظة الكتاب الله، بفضلكم أنتم كذلك ومدى الجامعات، الباحثون القارئون، الأئمة والمشايخ والعاملون، كل في اختصاصه وكل في عمله. نستطيع أن نقول إلى عبد الحميد المجيس والبشر الإبراهيمي، الشيخ المقراني، أمير عبد القادر وغيرهم، ونقول كذلك إلى أولئك زعماء ثورة التحرير كذلك من أمثال عبيروش وموالي بومدين وبنبلة وغيرهم، أن الجزائر ما زال فيها رجال ونساء، وأن الجزائر التي ضحيتم عليها ما زالت بخير، ويوجد فيها من أبنائكم ومن أمثالكم من يرفعها درجات ودرجات ودرجات. رحم الله شهداء هذا البلد، ورحم الله شهداء الجزائر، وأطال الله في أعمار مجاهديها رجالها ونساؤها. صدقوني أود أن أقول الكريم الكثير، ومهما قلت في حقكم أنتم الرجال والنساء الحاضرون معنا، فلن أوفيكم ولن أوفيكم الحق كله، لأن ما تقومون به ليس بالشيء العيب، بل هو بالشيء العظيم الكبير لكم أنتم ولأهلكم ولوطنكم بكامله. فصدقوني إن قلت أنني أجد نفسي
عاجزا عن التعبير عما يدور بخاطري. والله العظيم صدقوني في خاطري زبوا يحب القلوب، ولكن ما لقيتش الكلمات باش نعبر نظرا لهول المشهد الذي انا اعيشه. فمن اعماق قلبي شكرا لكم انتم ابناء وهران، شكرا لكم انتم ابنات وهران بنات وهران، وشكرا الى كل الجزائريين والجزائريات. فهذه الاحتفاليه هي احتفاليه وطنيه شارك فيه تقريبا كل جامعات الجزائر، شارك فيه ابنائنا وبناتنا كذلك من مختلف الاطوار التعليميه ثانوياتنا ومتوسطاتنا كيف لا. والجزائر ما زالت امهاتنا، ما زالت امهات الجزائر والنادر، وما زالت امهات الجزائريين والجزائريات يجبنا كذلك من الرجال والابطال ومن النساء والبطلات كذلك في كل وقت وفي كل حين. فتحية لأمهاتنا الجزائريين والجزائريات، وتحية إلى كل بنات الجزائر. تحية تقدير لكم جميعا أنتم الحاضرون داخل القاعة وأنتم الذين تتواجدون خارج هذه القاعة. تحية تقدير واحترام إلى كل الجزائريين والجزائريات. تحية تقدير واحترام كذلك إلى الجيش الوطني الشعبي والأسناد الأمنية. تحية تقدير واحترام إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى كل قائمين على هذا الوطن الذي نحن نعيش فيه اليوم بكل حرية وبكل هناء. فمرة أخرى تقبلوا مني أنتم الحاضرون والحاضرات عبارات الشكر والتقدير والاحترام. تحية جزيلة للمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونس هذا الغلام الصغير متوسط وأصغر خطي في الدفعة. كان يأتي من ولاية مصطفى إلى الجامع الأجلي حول القرآن الكريم. شكرا سيدي الغالي الكريم. أنت وطاب مقامك وطاب مقالك وطاب كلامك. شكرا على مشاعرك النبيلة. شكرا على احتفائك لأهل القرآن، شكرا على حبك لأهل القرآن، جزاك الله خيرا وأحسن إليك. سادة الحضور الكرام، بين يدي الآن اليوم